حديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء إلى السقاية يعني زمزم فاستسقى، فقال عمه العباس رضي الله عنه: يا فضل، ينادي ابنه الفضل، يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال العباس: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: اسقني. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد سقيا من زمزم، أمر ابنه الفضل أن يذهب إلى أمه فيأتيه بشراب من عندها، يكون مبردا، يكون منظفا، يكون مهيئا لما يليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه أصر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يشرب من السقاية التي كانت عند زمزم، فاعتذر العباس بقوله: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني مجمع الحجيج ووضع أيديهم في الدلو وسقي زمزم، وأراد لنبينا عليه الصلاة والسلام شرابا أصفى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاد ثانية فقال له: اسقني. فلم يجد بدا العباس رضي الله عنه من إجابة طلب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فناوله فشرب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام زمزم وهم يسقون، كما في الرواية أتى زمزم وهم يسقون، فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فإنكم على عمل صالح. يخاطب بني عبد المطلب القائمين على سقيا الحجيج، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. قال: ولولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقصد أن ما أنتم فيه شرف كبير جليل، ولولا أني أخشى ما قد يقع من تتابع الناس من بعدي على الاقتداء بفعلي لنزلت وشاركت معكم في السقاية، فأخذت الحبل أسقي معكم لأجعله على عاتقي، يعني يسحب الحبل على عاتقه لمزيد من سقيا زمزم واستخراجه من البئر. أي شرف هذا! المتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شرفه الله بالنبوة وأعلى مقامه بالاصطفاء والرسالة، يقول هذا الكلام لنقف على رسالة جليلة تقول: إن كانت سقيا الحجيج شربة من الماء شرفا أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه في البقاء عليه والتمسك به، وأنه لولا أن يقتدي الناس به فتغلب بنو عبد المطلب على السقاية لفعل، لكنه كان يخشى أن تأتي الأمة من بعده فترى العمل هذا سنة مشروعة فيزدحمون عليه فيغلبون بني عبد المطلب على شرف السقاية لزمزم. أي شرف هذا! إن كانت هذه شرف السقاية بشربة من زمزم لوفد الله، فبالله عليكم ما مقام الخدمة ذات الدرجات الأرفع والأهم للحجيج؟ أتدرون أي دور يقوم به كل من شرفه الله بالخدمة في الحرمين عندما يهيئ له مكانا يصلي فيه، وبابا يدخل منه، وطريقا يسلكه، وعلما يستفيد منه، ودلالة وهداية وإرشادا؟ منظومة الخدمات المتكاملة تعني إعانة لعبد من عباد الله، بل لوفد الله، على أداء مهمة الوفادة التي قدموا لأجلها من كل أقطار الدنيا. هو شرف والله تقصر دونه العبارة في وصفه والإحاطة به. لاحظوا معي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الشرف بقوله: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ونحن نقول لكل من شرفه الله بخدمة قاصد بيته الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام: يا كرام، اعملوا فإنكم على عمل صالح.